بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 33 و34 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الإمام: اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه في الدين والإسلام ذكر عقيبه أن يعقوب عليه السلام وصى بنيه بمثل ذلك، تأكيدا للحجة على اليهود والنصارى ومبالغة في البيان. وفيه مسائل: المسألة الأولى، أم في هذه الآية منفصلة أم متصلة؟ أم هل هي أم المنقطعة أم المتصلة؟ يقول فيه قولان. وقبل بيان هذين القولين أنقل كلاما للمرادي يبين فيه معاني أم. يقول المرادي في كتابه الجنى الداني في حروف المعاني: أم حرف مهمل، أم حرف مهمل له أربعة أقسام. الأول أم المتصلة، أم المتصلة وهي المعادلة لهمزة التسوية، كما في قوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم المتصلة وهي المعادلة لهمزة التسوية أو لهمزة الاستفهام التي يطلب بها وبأم ما يطلب بأي، أي تعيين أحد الشيئين، كقولك: أقام زيد أم قعد. وأم هذه عاطفة، أم هنا عاطفة. وذهب ابن كيسان إلى أن أصلها أو، ابن كيسان قال: أصل أم أو، والميم بدل من الواو، أصلها أو ثم أبدلت الواو ميمة، وكونها حرف عطف هو مذهب الجمهور. هذا القسم الأول. القسم الثاني أم المنقطعة، وهي التي لا يكون قبلها إحدى الهمزتين، يعني لا يكون قبلها همزة تسوية ولا همزة استفهام. واختلف في معناها، فقال البصريون إنها تقدر ببل والهمزة مطلقة. إذن البصريون قالوا تقدر ببل والهمزة، وقال قوم إنها تقدر ببل مطلقة. وذكر ابن مالك أن الأكثر أن تدل على الإضراب مع الاستفهام، أي أن تقدر ببل والهمزة، وقد تدل على الإضراب فقط، أي تقدر ببل فقط. ولكونها قد تخلو من الاستفهام دخلت على أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة، كقوله تعالى: أم هل تستوي الظلمات والنور، وقوله تعالى: أم ماذا كنتم تعملون. إذن لأنها قد تخلو من الاستفهام دخلت على أدوات الاستفهام ما عدا الهمزة، كقوله تعالى: أم هل تستوي الظلمات والنور، وقوله تعالى: أم ماذا كنتم تعملون. الثالث أم الزائدة، والرابع أم التي هي حرف تعريف في لغة طيء، وقيل في لغة حمير، وجاء في الحديث: ليس من أم بر أم صيام في أم سفر. وذكروا أن الميم في هذا بدل من اللام، أي من لام التعريف. يقول الإمام: أم في هذه الآية منفصلة أم متصلة؟ فيه قولان. الأول أنها منقطعة عما قبلها، ومعنى الهمزة فيها الإنكار، أي بل ما كنتم شهداء، بل ما كنتم شهداء، معنى الهمزة فيها الإنكار والتقدير بل ما كنتم شهداء. والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر، أي ما كنتم حاضرين عندما حضر يعقوب عليه السلام الموت. والخطاب مع أهل الكتاب، كأنه تعالى قال لهم فيما كانوا يزعمون
من أن الدين الذي هم عليه هو دين الرسل عليهم السلام، كيف تقولون ذلك وأنتم لا تشهدون وصايا الأنبياء عليهم السلام بالدين؟ ولو شهدتم ذلك لتركتم ما أنتم عليه من الدين ولا رغبتم في دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو نفس ما كان عليه إبراهيم ويعقوب عليهما السلام وكان عليه سائر الأنبياء بعدهما عليهم صلوات الله وسلامه جميعا. فإن قيل الاستفهام على سبيل الإنكار إنما يتوجه على كلام باطل، قد يقول قائل الإنكار يتوجه على كلام باطل، والمحكي عن يعقوب عليه السلام هنا في هذه الآية ليس كلاما باطلا بل هو حق، فكيف يمكن صرف الاستفهام على سبيل الإنكار إليه؟ يقول الإمام مجيبا عن هذا السؤال: قلنا الاستفهام على سبيل الإنكار متعلق بمجرد ادعائهم الحضور، لأن الإنكار توجه على ادعائهم الحضور وقت وفاة يعقوب عليه السلام، الإنكار متعلق بمجرد ادعائهم الحضور عند وفاته، هذا هو الذي أنكره الله تعالى. فأما ما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب عليه السلام ما تعبدون من بعدي، يقول فهو كلام مفصل، بل كأنه تعالى لما أنكر حضورهم في ذلك الوقت شرح بعد ذلك كيفية تلك الوصية. القول الثاني أن أم في هذه الآية متصلة، وطريق ذلك أن يقدر قبلها محذوف، كأنه قيل أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الإسلام والتوحيد وقد علمتم ذلك، فما لكم تدعون على الأنبياء عليهم السلام ما هم منه براء. والقول بأنها متصلة هو قول الزمخشري حيث قال ولكن الوجه أن تكون أم متصلة على أن يقدر قبلها محذوف، كأنه قيل أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وواضح هنا أن الإمام الرازي أخذ عن الزمخشري هذا القول، يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام وقد علمتم ذلك، فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء. لأن هذا الوجه ذكره الزمخشري ورجح كون أم هنا متصلة. وقد رد أبو حيان بعد أن بين الأقوال الواردة في معنى أم في هذه الآية رد كونها متصلة على ما قرره الزمخشري. يقول أبو حيان وأم هنا منقطعة تتضمن معنى بل وهمزة الاستفهام، تتضمن معنى بل وهمزة الاستفهام كما قال البصريون الدالة على الإنكار. إذن أم هنا منقطعة تتضمن معنى بل وهمزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتقدير بل أكنتم شهداء. يقول معنى الإضراب الانتقال من شيء إلى شيء، إلا أن ذلك لا أن ذلك إبطال لما قبله. إذن الإضراب يقصد به الانتقال من شيء إلى شيء لا أنه إبطال لما قبله. ومعنى الاستفهام هنا التقريع والتوبيخ، إذن بل أكنتم شهداء. إذن بل تفيد الإضراب الانتقال من شيء إلى شيء، والهمزة تفيد الاستفهام لكنه خرج عن الاستفسار هنا إلى التقريع والتوبيخ. إذن معنى الاستفهام هنا التقريع والتوبيخ وهو في معنى النفي، والتقدير أي ما كنتم شهداء فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون ولا شهدتموه أنتم ولا أسلافكم. ثم نقل أبو حيان كلام الزمخشري الذي نقلته قبل قليل وتعقبه قائلا وملخصه أنه جعل أم متصلة وأنه حذف قبلها ما يعادلها، ولا نعلم أحدا أجاز حذف هذه الجملة ولا يحفظ ذلك لا في شعر ولا غيره، فلا يجوز أن تقول أم زيد وأنت تريد أقام عمرو أم زيد، ولا أن تقول أم قام خالد وأنت تريد أخرج زيد أم قام خالد. والسبب في أنه لا يجوز الحذف أن الكلام في معنى
أي الأمرين وقع. إذن الكلام هنا معناه أي الأمرين وقع، فهي في الحقيقة جملة واحدة. وأما قوله تعالى إذ قال لبنيه ففيه مسألتان. المسألة الأولى قال القفال قوله إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، قال إذ الأولى وقت الشهداء والثانية وقت الحضور. إذن يقول إذ الأولى العامل فيها الشهداء وإذ الثانية العامل فيها حضر. يقول السمين الحلبي قوله إذ حضر إذ منصوب بشهداء على أنه ظرف لا مفعول به، أي شهداء وقت حضور الموت إياه، هذه إذ الأولى. وقوله إذ قال إذ هذه فيها قولان، أحدهما أنها بدل من الأولى، القول الأول في إذ الثانية أنها بدل من الأولى، والعامل فيها مختلف فيه. إما العامل في إذ الأولى إن قلنا إن البدل لا على نية تكرار العامل، أو عامل مضمر إن قلنا بذلك، يعني إن قلنا إن العامل في المبدل منه هو العامل في البدل فيكون العامل فيها هو العامل في إذ الأولى، هذا إن قلنا إن البدل لا على نية تكرار العامل. وإن قلنا إن العامل في المبدل منه غير العامل في البدل فيكون العامل مضمرا. الثاني القول الثاني أنها ظرف لحضرة. المسألة الثانية يقول الآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت في باب الدين وهمتهم كانت مصروفة إليه دون غيره. أما قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام ما تعبدون من بعدي ففيه سؤال، وهو أن لفظة ما لغير العقلاء، فكيف أطلقها في المعبود الحق؟ يعني قد يقول قائل ما لغير العقلاء فكيف أطلقها على المعبود الحق؟ وجوابه من وجهين، الأول أن ما عام في كل شيء، يعني في العقلاء وغير العقلاء، ومعناها أي شيء تعبدون، هذا الجواب الأول عن هذا السؤال. والجواب الثاني قوله ما تعبدون كقولك عند طلب الحد والرسم ما الإنسان، فأنت تستخدم ما مع أنك تستفهم عن عاقل. فهنا قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام ما تعبدون من بعدي كقولك عند طلب الحد، أي تعريف الإنسان ما الإنسان، فأنت استخدمت ما مع العاقل. وأما قوله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ففيه مسائل. يقول المسألة الأولى هذه الآية تمسك بها فريقان من أهل الجهل، الأول المقلدة، الفريق الأول المقلدة قالوا إن أبناء يعقوب عليه السلام اكتفوا بالتقليد، وهو عليه السلام ما أنكره عليهم، قالوا نعبد إلهك، إذن اكتفوا بالتقليد، ويعقوب عليه السلام ما أنكر ذلك، فدل على أن التقليد كاف. والفريق الثاني التعليمية، وهم إحدى فرق الرافضة، قالوا لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بتعليم الرسول والإمام مع اعتقادهم بعصمة الأئمة. قالوا والدليل عليه هذه الآية، فإن أبناء يعقوب عليه السلام لم يقولوا نعبد الإله الذي دل عليه العقل، بل قالوا نعبد الإله الذي أنت تعبده وآباؤك يعبدونه، وهذا يدل على أن طريق المعرفة هو التعلم. يقول الإمام والجواب كما أنه ليس في الآية دلالة على أنهم عرفوا الإله بالدليل العقلي، فليس فيها أيضا دلالة على أنهم ما أقروا بالإله إلا على طريقة التقليد والتعليم. ثم إن القول بالتقليد والتعليم لما بطل بالدليل علمنا أن إيمان القوم ما كان على هذه الطريقة، بل كان حاصلا على سبيل الاستدلال، أقصى ما في الباب أن يقال فلما لم يذكروا طريقة الاستدلال. يعني قد يقول قائل إن كان كلامهم قائما على الاستدلال، أو إن كان إيمانهم وعبادتهم قائمة على الاستدلال، فلما لم تذكر طريقة الاستدلال هنا؟ يقول الإمام والجواب عنه من وجوه، الأول
أو أولها أن ذلك أخصر في القول من شرح صفات الله تعالى بتوحيده وعلمه وقدرته وعدله، يعني هذا أخصر من أن يقال نعبد الإله الذي صفته كذا وكذا وكذا وكذا، إذن من باب الإيجاز. وثانيها أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام، فكأنهم قالوا لسنا نجري إلا على مثل طريقتك، فلا خلاف منا لك فيما نعبده ونخلص العبادة له. وثالثها لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل، لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصانع، على ما ذكره الله تعالى في أول هذه السورة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وها هنا مرادهم بقولهم نعبد إلهك وإله آبائك، أي نعبد الإله الذي دل عليه وجودك ووجود آبائك، وعلى هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد. المسألة الثانية، قال القفال: وفي بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر رأى أهلها يعبدون النيران والأوثان، فخاف على بنيه بعد وفاته، فقال لهم هذا القول تحريضا لهم على التمسك بعبادة الله تعالى. وحكى القاضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يعقوب عليه السلام جمعهم إليه عند الوفاة وهم كانوا يعبدون الأوثان والنيران، فقال: يا بني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. هذا الكلام ذكره القاضي عبد الجبار عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال القاضي: هذا بعيد لوجهين. الأول أنهم بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العلم واليقين، هذا السبب الأول في رد هذه الرواية، أنهم بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العلم واليقين. والثاني أنه تعالى ذكر في الكتاب حال الأسباط من أولاد يعقوب وأنهم كانوا قوما صالحين، قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. إذن الله عز وجل ذكر في الكتاب حال الأسباط من أولاد يعقوب عليه السلام وأنهم كانوا قوما صالحين، وذلك المروي عن ابن عباس وقد يكون ضعيفا، هذا المروي لا يليق بحال الأسباط عليهم السلام. المسألة الثالثة، قوله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عطف بيان لآبائك، نعبد إلهك وإله آبائك، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عطف بيان لآبائك. قال القفال: وقيل إنه قدم ذكر إسماعيل عليه السلام على ذكر إسحاق عليه السلام لأن إسماعيل عليه السلام كان أسن من إسحاق عليه السلام. المسألة الرابعة، قال الشافعي رضي الله عنه: الإخوة والأخوات للأب والأم، يعني الإخوة الأشقاء، أو للأب لا يسقطون بالجد، أي لا يحجبون ويمنعون من الميراث بالجد، وهو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد رضي الله عنهم، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إنهم يسقطون بالجد، أي الإخوة يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، ومن التابعين قول الحسن وطاووس وعطاء رحمهم الله. فهؤلاء عدوا الجد أبا، والإخوة يحجبون بالأب لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني يكون لأبيه الثلثان ولأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يحجبون أو الإخوة محجوبون مع الأب، لكن الأم هذا يسمى حجب نقصان، ينقص نصيبها في حال وجود إخوة من الثلث إلى السدس. فهنا أبو حنيفة رحمه الله عد الجد أبا وحجب الإخوة بالجد بقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين.
أما الأولون وهم الذين يقولون إنهم لا يسقطون بالجد أي لا يحجبون بالجد، فلهم قولان، أحدهما أن الجد بخير الأمرين، إما المقاسمة معهم، يعني كيف تقسم التركة إن قلنا إن الجد لا يحجب الإخوة، فيه قولان، أحدهما أن الجد بخير الأمرين، إما المقاسمة معهم أو ثلث جميع المال ثم الباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا مذهب زيد بن ثابت والشافعي رضي الله عنهما. والثاني أنه بمنزلة أحد الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس، يعني يكون نصيبه كنصيب أي واحد من الإخوة إلا إذا نقص نصيبه عن السدس، فإن نقصته المقاسمة من السدس أعطي السدس ولم ينقص منه شيء. واحتج أبو حنيفة على قوله بأن الجد أب والأب يحجب الأخوات والإخوة فيلزم أن يحجبهم الجد، احتج أبو حنيفة على قوله بأن الجد أب، يعني قال الجد أب والأب يحجب الأخوات والإخوة فيلزم أن يحجبهم الجد، هذا استدلال أبي حنيفة، الجد أب والأب يحجب الإخوة والأخوات فوجب أن يحجب الجد الإخوة والأخوات. وإنما قلنا إن الجد أب للآية والأثر، الدليل على أن الجد أب الآية والأثر، أما الآية فاثنتان، هذه الآية وهي قوله تعالى على لسان الأسباط نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فأطلق لفظ الأب على الجد، كيف؟ لأن الخطاب هنا ليعقوب نعبد إلهك وإله آبائك، وإبراهيم عليه السلام كان جد يعقوب عليه السلام، فإن قيل فقد أطلقه في العم وهو إسماعيل مع أنه بالاتفاق ليس بأب، قلنا الاستعمال دليل الحقيقة ظاهرة، ترك العمل به في حق العم لدليل قام عليه فيبقى في الباقي حجة، هذا استدلال أبي حنيفة بالآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإسحاق كان جد يوسف عليه السلام، وإبراهيم جد كان جد إسحاق كان جد يوسف عليه السلام، وإبراهيم كان جد إسحاق، فإبراهيم كان جد يعقوب عفوا. وأما الأثر فما روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من شاء لاعنته عند الحجر الأسود أن الجد أب، وقال أيضا ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن لابن ابن ولا يجعل أبا الأب أبا. وإذا ثبت أن الجد أب وجب أن يدخل تحت قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وجب أن يدخل تحت هذه الآية في استحقاق الجد الثلثين دون الإخوة كما استحقه الأب دونهم إذا كان باقيا، هذا رأي أبي حنيفة. قال الشافعي رضي الله عنه لا نسلم أن الجد أب، والدليل عليه وجوه، أحدها أنكم كما استدللتم بهذه الآيات على أن الجد أب فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فإن الله تعالى ما أدخل يعقوب في بنيه لأنه ميزه عنهم. وأقول استدلال الشافعي مبني على قراءة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بالفتح وهي قراءة شاذة. قال فلو كان الصاعد في الأبوة أبا لكان النازل في البنوة ابنا في الحقيقة، فلما لم يكن كذلك مستدلا بهذه الآية ثبت أن الجد ليس بأب. وثانيها لو كان الجد أبا على الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حي أن ينفى أن له أبا كما لا يصح في الأب القريب، ولما صح ذلك أي صح أن يقال لمن مات أبوه وبقي جده بأنه لا أب له علمنا أنه ليس بأب في الحقيقة. فإن قيل
اسم الأبوة وإن حصل في الكل، إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد، فلذلك صح فيه النفي. قلنا لو كان الاسم حقيقة فيهما جميعا لم يكن الترتيب في الوجود سببا لنفي اسم الأب عنه، أي عن الجد. وثالثها لو كان الجد أبا على الحقيقة لصح القول بأنه مات وخلف أما وآباء كثيرين، يعني إن كان أبوه وجده باقيين يصح أن يقال إنه خلف أما وآباء كثيرين، وذلك مما لم يطلقه أحد من الفقهاء وأرباب اللغة والتفسير. ورابعها لو كان الجد أبا، ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم عارفون باللغة لما كانوا يختلفون في ميراث الجد، ولو كان الجد أبا لكانت الجدة أما، ولو كانت كذلك لما وقعت الشبهة في ميراث الجدة حتى يحتاج أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى السؤال عنه. فهذه الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب. وخامسها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كان الجد أبا لكان ابن الابن ابنا لا محالة، فكان يلزم بمقتضى هذه الآية حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن، ولما لم يكن كذلك علمنا أن الجد ليس بأب. فأما الآيات التي تمسكتم بها هكذا، فأما والأصل، وأما الآيات التي تمسكتم بها أي تمسك بها الحنفية في بيان أن الجد أب، فالجواب عن وجه التمسك بها من وجوه. أولها أنه قرأ أبي وإله إبراهيم بطرح آبائك، قالوا نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يقول الإمام إلا أن هذا لا يقدح في الغرض، لأن القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة، بل الجواب أن يقال إنه أطلق لفظ الأب على الجد وعلى العم، وقال عليه الصلاة والسلام في العباس رضي الله عنه هذا بقية آبائي، وقال ردوا علي أبي، فدلنا ذلك على أنه ذكره على سبيل المجاز. إذن إطلاق الأب على الجد وعلى العم على سبيل المجاز، والدليل عليه ما قدمناه أنه يصح نفي اسم الأب عن الجد، ولو كان حقيقة لما كان كذلك. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أطلق الاسم عليه نظرا إلى الحكم الشرعي، من شاء لاعنته عند الحجر الأسود. يقول قول ابن عباس مبني على إطلاق الاسم عليه نظرا إلى الحكم الشرعي لا إلى الاسم اللغوي، لأن اللغات لا يقع الخلاف فيها بين أرباب اللسان، والله أعلم. وأما قوله إلها واحدا فهو بدل من قوله إله آبائك، وهذا كقوله لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، أو على الاختصاص والتقدير نريد بإله آبائك إلها واحدة، لأن النصب إما على البدل أو على الاختصاص. وأما قوله تعالى ونحن له مسلمون ففيه وجوه، أحدها أنه حال من فاعل نعبد، نعبد نحن، فهو حال من الضمير المستتر في نعبد أو من مفعوله، إذن إما أن يكون ونحن له مسلمون حالا من الفاعل في نعبد أو من المفعول وهو إله آبائك، إلهك وإله آبائك، قال لرجوع الهاء إليه في له ونحن له مخلصون ترجع على إلهك نعبد إلهك، فإذا إما أن يكون الحال من الفاعل أو من المفعول، والواو هنا تكون للحال. الثاني يجوز أن تكون جملة معطوفة، يعني ونحن له مسلمون، الواو تكون هنا عاطفة، عطفت جملة على جملة، فتكون نعبد إلهك ونحن له مسلمون، عطفت جملة على جملة. وثالثها أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة، يعني لا محل لها من الإعراب والتقدير، ومن حالنا أن له مسلمون مخلصون للتوحيد أو مذعنون. يقول السمين الحلبي قوله ونحن له مسلمون في هذه الجملة ثلاثة أوجه، أحدها أنها معطوفة على قوله نعبد، يعني أنها تتمة جوابهم له فأجابوه بزيادة، والثاني أنها حال من فاعل نعبد والعامل نعبد،
والثالث وإليه نحى الزمخشري ألا يكون لها محل، بل هي جملة اعتراضية مؤكدة، أي ومن حالنا أنا له مخلصون. وأما قوله تعالى تلك أمة قد خلت، فهو إشارة إلى من ذكرهم الله تعالى في الآية المتقدمة، وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنوه الموحدون. والأمة الصنف، وقوله خلت أي سلفت ومضت وانقرضت، والمعنى أني اقتصصت عليكم أخبارهم وما كانوا عليه من الإسلام والدعوة إلى الإسلام، فليس لكم نفع في سيرتهم دون أن تفعلوا ما فعلوه، فإن أنتم فعلتم ذلك انتفعتم، وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعالهم، فإن أنتم فعلتم ذلك انتفعتم، وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعالهم. والآية دالة على مسائل. المسألة الأولى، يقول الآية دالة على بطلان التقليد، لأن قوله تعالى لها ما كسبت يدل على أن كسب قوله لها ما كسبت يدل على أن كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به غيره، ولو كان التقليد جائزا لكان كسب المتبوع نافعا للتابع، فكأنه قال إني ما ذكرت حكاية أحوالهم طلبا منكم أن تقلدوهم، ولكن لتنبهوا على ما يلزمكم فتستدلوا وتعلموا أن ما كانوا عليه من الملة هو الحق. المسألة الثانية، الآية دالة على ترغيبهم في الإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتحذيرهم من مخالفته. المسألة الثالثة، الآية دالة على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء، بخلاف قول اليهود من أن صلاح آبائهم ينفعهم، وتحقيقه أي الذي يؤكد هذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا صفية عمة محمد، يا فاطمة بنت محمد، إيتوني يوم القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقال ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. والحديث الأول رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والحديث الثاني رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. المسألة الرابعة، الآية تدل على بطلان قول من يقول الأبناء يعذبون بكفر آبائهم، وكان اليهود يقولون إنهم يعذبون في النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل، وهو قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وهي أيام عبادة العجل، فبين الله تعالى بطلان ذلك. ونقف عند المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وخصصها للحديث عن قضية الكسب وبيان آراء علماء الأشاعرة والمعتزلة فيها. نقرأ هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.